With Rafael Group, your cargo moves as fast as you do. قاعدك عم تفكر وتحسب؟ معقول؟ فروش بيتك ب 160 دولار بس بالشهر عند ظاهر هوم. تلفزيوني وعندك الفرصة، درب مع نخبة من أفضل الإعلاميين بلبنان تحت إشراف الإعلامي رفيق نصر الله بمركز التدريب الإعلامي اللي بيفسح المجال أمامك بالصحافة المكتوبة، البرامج الترفيهية، تقديم النشرات الإخبارية والحوار السياسي. للاستفسار 03-537-772 وعبر الويب سايت mediatrainingcenter.net. الدواء انعمل ليعتني بالصحة، وحتى الصحة تضل بخير لازم الدواء يوصل لعندك بخير. من بداية إنتاجه، شرعية استيراده، حسن شحنه مباشرة من المنتج، تخزينه وتوزيعه لعندما يوصل لإيدين تحافظ على هالأمانة، نوضع ملصق هولوغرام تيضمن ويحدد هالسلسلة المتواصلة من المسؤوليات واللي بتحافظ على جودة وفعالية الدواء. وهالملصق بيضمن إنه الدواء مستورد من قبل مؤسسات صيدلانية منتمية لنقابة مستوردي الأدوية بلبنان، وبيحتوي على اسم المستورد واسم النقابة LPIA وشعاره من المنتج إلى المواطن. وجود ملصق هولوغرام النقابة ضمانة إضافية، لأن أبداً الصحة مش لعبة. نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، من المنتج إلى المواطن. الصحة والأمان أغلى نعمتين بتوفرن ITN. عناية صحية كاملة ونظام راقي بينسجم مع كل أفراد العائلة. ITN بتقدم لكم بطاقة أسك بلو للاستشفاء بثلاث برامج: كلاسيك، إسانشل وغولد. تغطية واسعة بتشمل لأول مرة بلبنان الحالات المرضية المزمنة والمستعصية، مع الاستفادة من ضمانة التجديد والاستمرارية. مع ITN صحتك بأمان. 03-546-4444 نتابع هذا الحوار مع ضيفي في استوديو دولة الرئيس إلي الفرزلي. خلينا نحكي عن مهلة الأسبوع اللي منحها رئيس بيرن امبارح بمشروع لقاء الأرثوذكسي تورجم باللجان المشتركة كما قلنا، من دون أن تقفل طريق أيضا على غيره من المشاريع. وبالتالي قد فينا نقول بأنه ما جرى بالأمس دولة الرئيس كرس واقع جديد ينطلق على أساسه البحث في أي صيغة مقبلة؟ لا شك أنه تكرس واقع جديد. اليوم بلش السؤال والتالي، مش إذا الأرثوذكسي بيمشي أو ما بيمشي، هل هناك مشروع آخر تقدمونه؟ هذا السؤال يلبي متطلبات الأرثوذكسي بالمناصفة الفعلية كي يكون بديل، فأهلا وسهلا. برأيك مرور مشروع اللقاء الأرثوذكسي بالأمس، مرور البارح لقاء الأرثوذكسي سيلزم قيادة المستقبل اليوم بالقبول بأي صيغة؟ لا مش ليلزم، لأنه فشل الطرف الآخر بتقديم صيغة حقيقية مش وهمية. بعده كان عم يتعاطى تعاطي تكتيكي، شو بيجيب لنا وشو بيعمل، بده يتعاطوا بالموضوع تعاطي استراتيجي تحت عنوان أنه شريكنا بالوطن لم يعد راضي بالوضع القائم على قاعدة استباع. برأيك كان ما كان مصدق أنه حنوصل للي وصلنا إليه بالأمس؟ أنا شو تحلله نفسيا، أنا شو يصدق أو ما صدق، الأمور بنتيجه بيّن أن القصة مش ظابطة. في شريك بالوطن للحفاظ على وحدة البلد،
هذا الشريك بتمسك باتفاق الطائف. اتفاق الطائف هذا بيحكي بالمناصف الفعلي، نحن مع المناصف الفعلي، قدمني مشروعي أمن المناصفة الفعلية، مرحبا لقاء. يعني فينا نقول اليوم أنه اليوم تيار المستقبل لن يقبل ولن يرضى بتداعيات المشروع اللقاء الأرثوذكسي دولة رأيه. رجعي لجريدة السفير اليوم. نعم. قريه المقدمة المحرر السياسي. مع أنه طبعا بدين عم بتهاجم وعم بتدين وعم بتقول أنه رجعتنا إلى ما قبل العصر. أنا عم بطرح أما أنا عم بطرح الموضوع. نعم. بتقولي لي شو بتقول ما أنا اللي عم بطرح الموضوع. هاجمت الواقع الطائفي ولكن قالت ببطنة كلام مهم، مش بس حملت مسؤولية للقانون، حملت اللي بعد ما جربته، لأنه بس نظريا شايف أنه كونه مبني على أنه كل طائفة بتتخب نوابة، حملت مسؤولية للأطراف التي لم تتنبه أنه هناك في خطأ أخطاء أن ترتكب، وما تعاطت مع الموضوع تعاطي جدي من أجل إزالة الأخطاء وتأمين المناصف الفعلي. جريدة السفير بغاية الموضوعية كانت اليوم، بالرغم من أنه عنوانه عنوان قاسي محملي مبدئيتها بمسألة اللا طائفية اللي هي مش واقع على الأرض، باللا طائفية بحملتها أكثر من لزوم، ولكن بمتن المحرر التحرير السياسي في كلام في غاية الأهمية أنا أتبناه حرفيا لجهة تساؤل، أنه إما أن يستمر وضع الاستتباع للمسيحيين أو أنه ما في مجال للنقاش، لا هي موضوع أغلق خلص سكر برأيك. طيب حنقول أنه اليوم تيار المستقبل لن يقبل بتداعيات الأرثوذكسي ولن يستطيع بعد الآن أيضا الأرثوذكسي ونتيجة التداعيات ولن يستطيع أن يحلم بقانون الستين، وعليه الدفن نقول أنه نحن أمام تسوية جدية كمان بروح ضحيتها الأرثوذكسي بعدما دفن قانون الستين، لا صيغة اليوم يعني يتوافق عليها الجميع دولة الرئيس. كما صرت مرددة للمرة الألف، الأرثوذكسي لا يمكن أن يذهب ضحية أحد، وأكبر دليل منذ اليوم الأول قديش قالوا الأرثوذكسي لفظ أنفسه، كنت قل لهم هذا ما بيقدر حدا يلفظه أنفسه، ما بيموت هذا أبدي لسبب بسيط، لأنه أسباب موجبة مش نص تقني. أنا ما فارقة معي إذا كانت كل طائفة بتنتخب نوابة أو لا، أقول لك خليها، أقول لك أعطيني قانوني أمن المناصف يعطيني حقي على قدم المساواة معي، وبالتالي إذا أنت بأي قانون بده يطلع هذا السبب الموجب بده يكون جاهز حاضر بكليته، وبالتالي لا يموت، لأنه بكل قانون بده يطلع رح نقبل فيه بده يكون في لقاء أرثوذكسي، فليعلم القاسي والداني هذا الأمر، هذا أمر فليغلق للأبد، اللقاء الأرثوذكسي لا يموت لأنه أسباب موجبة وليس نصا تقنيا، صرت مرددة 17 مليون مرة من سنتين لهلأ على التلفزيونات، برجع أنه من نحقق نصر وهمي مات اللقاء الأرثوذكسي، بيقولوا مات وإذ قام من بين الأموات بتلاقي رجع حضر بالوقت اللي بيكون عم يتراجع بنرجع بنشوفه تقدم، لا لأن اللقاء الأرثوذكسي وأسباب موجبة وليس نصا تقنيا. طيب. لأنه اللقاء الأرثوذكسي مش عم يفكر يربح نواب، لأنه بدليل أنه أخذ النواب من طيار المستقبل عطاهم للدكتور جعجع وأمين جميل، رئيس أمين جميل محافظ الألقاب طبعا، وأخذ النواب من حزب الله وأمل وعطاهم لعماد مش العون السمافرنجية والطيارات الثالثة التي قد تنشأ ضمن كل طائف، ما عم يفكر يربح نواب ويدرس يشيل ضيعة ويحط ضيعة ويغلب هالفئة ويغلب هالفئة وخلوا لي هذا النائب الأرثوذكسي بكنفي مستزلمه وهديك الماروني ضبي لي، لا 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 ما صفوش ذمم الأد التفليس المسيحي بلبنان ذمم نيابية من نوزعها على بقية الرأس الكيانات الطائفية، لا مش هالأد، لو شو ما صار يصير برجع بكرر هو أحدا يهدد بأي شيء، لو شو ما صار بقوانين بمقاطعة بعدم مقاطعة شو ما صار، إذا لم يكن هناك قانون يقدم البديل الذي يحمل في طيات المناصف الفعلية كبديل للقاء الأرثوذكسي لا يمكن أن يتم القبول به، أو خلينا نروح لضرب النظام الطائفي كله يشرف حاضرين نحن تبي شو عملي قد يكون هذا كمان يعني تبي شو أقولها وخلي أقوله للمواطنين لا يعرفوا حقيقة القصة، ضرب النظام نحن طيب. مستعدون نفس الذي تقدم باللقاء الأرثوذكسي مستعدون أن نقبل بنظاما علمانيا كاملا
لا للطائفية فيه مكان، وإلغاء كل المؤسسات الطائفية بالبلد، فليتقدموا ويخطبوا عليه، نحن جاهزين. هنتابع معكم، لكن بدنا ننتقل مباشرة إلى قصر بعبدة وجلسة مجلس الوزراء المعقدة في هذه الأثناء وأجواء الجلسة مع زميلة ليندا مشلب. ليندا، ماذا في أجواء هذه الجلسة؟ صباح الخير سوسن، وصباح الخير لدولة الرئيس. عم بسمع ومحتد بالدفاع عن اللقاء، مشروع اللقاء الأرثوذكسي، كيف إذا بيعرف موقف رئيس الجمهورية واللي مهد له الوزير ناظم الخوري، ولكن بعد دقائق سيصدر موقف رئيس الجمهورية بالتحديد بما يعني حول ما حصل أمس في مجلس النواب، بالإضافة إلى الموقف لبنان من تصريحات العماد ميشيل عون حول بعض دول الخليج. في بخص اللقاء الأرثوذكسي، مشروع اللقاء الأرثوذكسي، الوزير ناظم الخوري مهد لهذا لموقف رئيس الجمهورية بقوله أن هذا القانون لا يحل مشكلة الوطن، وهو يتعارض مع ميثاق العيش المشترك والثوابت الوطنية، واعتقد أن رئيس الجمهورية سيراجع المجلس الدستوري حيال هذا القانون وسيطعن به. هو موقف يعني سابق، ولكن أكد عليه اليوم سيؤكد عليه اليوم رئيس الجمهورية. وأصلا نقلت الجلسة من السرايا الحكومي التي كانت مقررة اليوم إلى قصر بعبدة بسبب موقف يعني تريد الحكومة أن تصدر بيان حول العلاقة لبنان مع دول الخليج، ولكن جاء سبب إضافي هو مشروع اللقاء الأرثوذكسي ليكون هناك موقف لرئيس الجمهورية حول هذا الموضوع. إذن ليندا، كان في معلومات تداولت أنه في بيان تحذيري للسياسيين من الإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة في هذا الإطار، أم ماذا؟ يعني هي أجواء مصادر رئيس الجمهورية، أجواء مطلعة على الاتصالات التي تلقاها رئيس الجمهورية من بعض المسؤولين الخليجيين إن عبر السفراء وإن عبر اتصالات مباشرة كانت مع رئيس الجمهورية، وقيل أنها سيكون يعني بيان يعني شديد اللهجة حول هذا الموضوع، لأن هناك يعني حسب ما علمنا أن هناك استياء كبير، ويعني قالوا أن الخليجيون غاضبون جدا من هذه التصريحات، ويعتبرون أن هذا تدخل سياساتهم الداخلية وما إلى ذلك، ومفترض الحكومة أن تصدر بيان حول هذا الأمر. ولكن نحن نعلم سوسن أن ليس يعني إذا كان من هناك بيان يجب أن يوافق عليه كل القوى السياسية الموجودة داخل الحكومة، وتكتل التغيير والإصلاح لا نعلم إذا كان سيوافق على بعض التعابير العبارات، يعني إذا كان ربما يكون فقط تصويب، يعني تصويب للعلاقة أو موقف حكومي رسمي تأخذه دول الخليج، يعني يكون كافي لدول الخليج لتأخذه على لتصحيح المسار أو مسار العلاقات أو للتخفيف إلى حد ما من هذا الاستياء الكبير الحاصل. ولكن هناك ربما موقف رئيس الجمهورية يكون هو الشديد اللهجة، ولكن البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء مجتمع هو بيان يجب أن يوافق عليه كل الوزراء الجميع. وبالتالي طبعا. كل القوى السياسية فيما يتعلق بسلسلة رتب ورواتب ليندا، ما بعرف في حكي بهذا الإطار، خصوصا طبعا كمان مع الإضراب والمفاجآت التي تم الحديث عنها من قبل الهيئات النقابية. حكي سياسي سوسن فقط. ليس سيكون هناك أو ربما يكون في هذه الأثناء، يعني حتى الآن لم يدخل مجلس الوزراء بجدول الأعمال وهو صغير 24 بند، ولكن هناك حديث سياسي سيتطرق إلى كل التطورات السياسية الحاصلة، ولا يمكن تجاهل الإضرابات الحاصلة اليوم طبعا. لذلك هذا من هذا يعني حول هذا الموضوع هو سيكون كلام سياسي فقط، ليس هناك من بحث في سلسلة الرتب والرواتب. سيكون هناك تأكيد من رئيس الحكومة التزام هذه السلسلة، ولكن نحتاج إلى بعض الوقت يعني تأمين الرزمة الكاملة لموارد سلسلة الرتب والرواتب والتوافق مع الهيئات الاقتصادية. هو قال أمس أن لا سلسلة بدون موافقة الهيئات الاقتصادية، وهو سيضع مجلس الوزراء اليوم بهذه الأجواء، وسيقول أنه يعني يفتح أو سيستهل أو سيتابع مروحة اتصالات واسعة مع الهيئات الاقتصادية، والوزراء من جانبهم سيتابعون هذا الأمر مع الهيئات النقابية. يعني الكل اليوم بجهوزية كاملة، والحكومة تستنفر كل قواها السياسية والتقنية والمالية والاقتصادية من أجل أن تحصل أو تتوصل إلى توافق حول هذا الأمر. ولكن كان واضح وزير المال محمد الصفدي اليوم كما الأمس أن هذا الموضوع ربما يحتاج إلى أسبوعين لتتبلور فيها الصورة.